باشمهندس رضا الحفناوي، خليني استفسر من حضرتك على الجهاز ده. بيوفر 40% من رش المبيد، ده رقم للمزارع. ثانيا اكيد مطبقات المبيدات بتبقى قليله، طب ده بيتحقق ازاي؟ ما هو احنا عندنا جهاز رش كتير، اشمعنى ده بالذات اللي بيوفر 40% من المبيد او حتى التسميد او المغذيات؟ ما كل سيان هو حضرتك، هو بيوفر حوالي 40% من تكلفه استهلاك الرش على مدار السنه كلها. يعني انا بيتم ده عن طريق ايه؟ ان انت بتقدر ازاي توصل للنبات كميه المبيد المطلوبه له، بس لا اكتر من كده ولا اقل من كده. الوحدات ديت انت لما بتستخدم المبيد باي وحده رش تانية، فبيتم ايه؟ اهدار كتير جدا جدا على الارض. إيه كل المحلول اللي انت بتطلعه ما بيوصلش للنبات. اما بوحدات الرش الالكتروستاتيك، لما عشان بتطلع الرذاذ مشحون اصلا بشحنات موجبه والنبات عليه شحنات سالبه، فانت بتقدر توصل كميه المحلول كلها على النبات بدون اي فقد. انا اعرف ازاي بقى المانجا عايزه ايه والتفاح عايز ايه والخوخ عايز ايه؟ احدد عايره ازاي الجهاز ده؟ الجهاز ده بيتعاير ازاي؟ هو بيبقى فيه معدلات ثابته للرش. يعني انا معروف ان انا مش برش رشه التحجيم في العنب مثلا، برش ب 80 لتر او 70 لتر الفدان او 100 لتر الفدان، ده اقصى حاجه. الاسرل برضه بنفس المعدلات تقريبا. برش الحشري بعاوز معدلات تانية. فاحنا الحمد لله رب العالمين عندنا القدره على ان احنا نعاير الوحدات ديت. ان انا لو مطلوب مني احط 40 لتر الفدان احط 40 لتر الفدان، 80 لتر احط 500 لتر، هقدر احط ال 500 لتر. بس المعايره ديت مش بس الجهاز اللي بيتعاير، احنا بنعاير الجرار وسرعته، لان انت عارف ان سرعه الجرار ديت لما بعاير سرعه الجرار فبتديني زمن رش الفدان، وارجع اعاير الجهاز نفسه. فبنقدر عن طريق معايره الجهاز مع الجرار الاثنين مع بعض ان احنا نحسب السرعه اللي احنا هنمشي عليها، الضغط اللي احنا هنشتغل عليه، والفنية هتطلع لي، الفنية الواحدة هتطلع لي قد ايه في زمن قد ايه، عشان انا احط على الشجرة بتاعتي قد ايه. الحاجات دي كلها احنا بنقدر نعملها، وعندنا الجداول وعندنا المادة العلمية اللي احنا بنشتغل عليها عشان نقدر نعاير الجرار ونعاير الوحدات ديت معايرة دقيقة جدا جدا جدا. يعني انا لما بينطلب مني بالوحدات تيفوني دي ان انا احط 80 لتر على الفدان، بالاستخدام العملي في المزارع اللي احنا اشتغلنا معاها ما بيبقوش 85 لتر ولا 75 لتر، بيبقوا فعلا 80 لتر. لو مطلوب مني احط 500 لتر ما بيبقوش 510 ولا 490، بيبقوا فعلا 500 لتر، واحنا قادرين على العمل دوت لان احنا عندنا الماده العلميه والتجارب اللي احنا عملناها قبل كده ونجحت مع كل المزارع. قدرته على توفير 40%. عندنا بقى الكميات المظبوطه لكل نبات وبوفر 40%. فانا لو بعمل مثلا 80 لتر على النبات ده مع استخدام ده، احسب 40% اقل ولا اعمل ايه بالظبط؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه. احنا في التجارب العمل اللي احنا عملناها في مزرعه من المزارع كان عنده اصابه حشر، فاستخدم مبيد معين كان بيستخدمه بوحدات رش تقليديه، كان برش بنفس تركيز المحلول برش الفدان ب 500 لتر، 500 لتر محلول. لما استخدم وحدات رش تايفون اللي هي الالكتروستاتيك، برش بنفس المبيد وبنفس التركيز برش الفدان ب 300 لتر، يبقى انا وفرت 40%. طب تعالى على احسن من كده، ان لما رش بالوحدات التقليديه ب 500 لتر على الفدان بنفس المبيد ونفس التركيز، الاصابه ما راحتش من اول رشه، اضطر ان هو يعيد الرش من تاني. لكن لما رش ب 300 لتر بس بنفس التركيز ونفس المحلول من رشه واحده، الاصابه انتهت تماما.